أحسن الله إليكم. ننتقل إلى الجزائر، وهذه رسالة موقعة لانستيتوت الإسلام من الجزائر، لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: بأنني مريضة بالروماتيزم، هل أخبر من يتقدم لخطبتي بمرضي أم أسكت؟ إذا كان مرضا يظهر ظاهر على الجسم فإنها تذكر هذا له، أما إذا كان مرضا خفيفا أو يأتي ويذهب فقل من الناس من يسلم من الأمراض والعوارض فلا تذكر ذلك له.